هذا حي الوئام في الأغواط يخرجون الى الشارع مطالبين بحقهم في التزود بالمياه متسائلين اين هي خلية الازمه فهاي الناس خرجوا هذا حي يسمى حي الوئام في الاغواط وخرجوا الناس يتظاهرون او على الاقل يطالبوا وراه المياه وراه الوعود بالمناسبة هؤلاء المياه كانت كاين كثير في الاغواط كثير كانت منقطعه حتى يوم الاستقلال حتى يوم العيد الاستقلال يعني كانوا يرسلوننا بعض الرسائل الغريب في الامر انه من بعد زادوا قطع عليهم الكهرباء خرجوا يطالبوا بال هنا انقطاع التيار الكهربائي سكنات التساهمي مقابل ثانوية بوغرة الوئام ف بعد ما تظاهروا على او احتجوا على الماء قطعوا عليهم الكهرباء والاغواط في هذا الوقت لا تقل عن 35 درجة وفي الغالب تصل إلى 45 درجة كان يقولوا لي باللي الأجواء أصبحت أسوأ من الفترة اللي كنت نعيش فيها هناك قبل 40 سنة لأن المناخ وتقلبات المناخ العالمية كما تعرفون درجات الحرارة ولات أسوأ والفونت صاب الغبار يعني أصبح يأتي بفترات متتالية مش كما كان يجي مع فصل الخريف أو مع فصل نهاية فصل الشتاء أو مرتين او ثلاثه يعني الان يقولوا لي جو بشكل مستمر وهذا يقع الان في كثير من مدن الجنوب بالمناسبه يعني غدا في ولايات في الجنوب كلها جهه المنيعه وورغلا وادراء كلها فونتسابل صابل كلها وربما ما نش عارفين كم يبقى يوم او يومين احيانا الفونتسابل صابل هذا الرياح الرمليه المحمله بالرمل والغبار يعني يسموه يقدر يبقى خمس ايام ست ايام اسبوع ما زلت أتذكر ذلك وأنا صغير قد يبقى أسبوع يعني يجعل لك حياتك جحيم ما هو الحل؟ الحل لو كان كانت عندهم عقول هو التشجير التشجير يلعب دور رئيسي في تخفيف الرياح المحملة بالغبار التشجير يلعب دور رئيسي التشجير اللي يليق في الصحراء الأشجار التي تنبت في الصحراء وايضا العمل على ابعاد الرمال يعني كاين قرى وكاين في اماكن معينه الرمال يزحف عليهم يدخل في البيوت نتاعهم تلقى نصف نصف البيت كلاه الرمل وكاين مرات خلاص يغادروا البيت لان ياكلوا الرمل رمال تزحف يعني بلد بكل هذه الامكانيات مش قادره توقف زحف الرمال اللي يدمر كثير من المحاصيل الزراعيه يدمر كثير في الجنوب يدمر كثير من الان راه يصعد حتى الفوق يدمر كثير من البيوت، من التجاره، من الطرقات. الحل موجود. ولكن عندنا عصابه موجوده ايضا في نفس الوقت. ما خلت الناس تخدم ما خدمت. وهاهم ناس يوم العيد، هذا يوم العيد الاول. هذه في البيض. ما راكم تشوفوا اليوم رانا في حي العماري انا ممثل جمعية حي العماري راه اليوم ما كاش الماء اليوم نهار العيد ومشكل ما راش اليوم رانا اليوم عندنا نهار السبت ما جاش الماء اتصلنا بالمدير عده مرات اتصلنا بالخميس الخميس قال لنا نجي يا مس جا عندنا هنا قال نهار العيد راني نطيق لكم الماء كي اتصلنا به اليوم ما كان حتى حاجه راه واقف لحد الان ما كاينش فباله ما كاين ما ما كنهلو من نهار السادس فوق هذا واش رايسنا باش يتكلينا الماء كل يوم يعطينا وعود كاذبه كل يوم وعود كاذبه الناس مشي كيبزوا مشي مشي باش تخدم الوعود الكاليبه لأن عنده رايس خدمته غير الكذب وخدمته غير الوعود الكاذبه هذا هو الوعود الكاذبه هل تتوقع انه عندما يكون ما يسمى بالرئيس يملا الارض بالوعود الكاذبه من قطار تام إلى العاصمة في الجلفة إلى من عارف وين في باتنا إلى 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 إلى, إلى. آه كي عود هذا مليء بالأكاذيب إلى أنه عارف دراهم وراهم اللي مسروقين ورح يجيبهم عشرات الملايين من الدولارات وما يقول برك باش من الأخرين ما يديروش كونت الخطة كي يكون هذا مليء بالأكاذيب كي يكون هذا يكذب في أكثر مما يتنفس وش يكونوا الولات و. ورؤساء الماء وتاع الكهرباء يكونوا مجموعة مجموعة كذابين إلا من رحم ربك متوقعوش الكثير فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه نحن أمام إدارة فاشلة ولكن أسوأ من الفشل إدارة كاذبة مجموعة كذابين إلا من رحم ربك متواجدين في المناصب وكاين لي يحب يخدم ويحب لكن يلقى اللي اكثر منه عباره عن فاشل كاذب مفسد فما يقدرش يدير ولا شيء فما تتوقعوش تغيرات كبيره والبروباغندا اللي تشوفوها في اخبار ثمانية هذه راهي بروباغندا الاستهلاك فقط وخاصه الاستهلاك الخارجي يعني ليس اكثر لا تتوقعوا شيء من تبول المزور اللي جابه العسكر كل ما تسمعونه في النهاية سيتبين لكم أنها كانت أكاذيب وإذا داروا حاجة راح ما يديروش عشر حاجات